مشكلتنا بالعراق يعني احنا واضحة المشكلة للجميع بأن المشكلة من عندنا وبينا. علتنا من عندنا وبينا. احنا وقعنا ضحية علاقات وولاءات وصراعات إقليمية تدفع بالسياسي العراقي أحيانا إلى التضحية بالمواطن العراقي من أجل آخرين، وهذا ما حصل في موضوع تهريب الدولار وإلى آخره. هذا جانب. الجانب الثاني، أدنى الطبقة يعني التعميم بالسلب مو صحيح، ولكن أنا هسه قرأت في قناتكم ما أدري كم ألف موظف النزاهة، تقول كم، ما أعرف 50,000 أو 60,000 ما أدري موظف فاسد عليه ملفات، من ضمنهم 54 وزير. هاي الآن 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 تخيلي 54 وزير فاسد بالدولة العراقية، النزاهة تقول مو أني. احنا وين ماشيين؟ آسف جدا. نعم. فلذلك أعتقد أن موضوع السيطرة على الوضع العراقي من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية والتوازن الدولي والعلاقات الدولية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية بعيدة عن التأثيرات الخارجية. إحنا ضحية. مختصر مفيد، نحن ضحية تدخلات إقليمية للتأثير علينا، وبالتالي ندفع الثمن لأمريكا وغير أمريكا.